السلام عليكم. صباح الخير عمي مختار. هاك تشوف قلت لي دير لي اعمل لي فيديو وبعثوا لي نشوفو. ليسونسيال عمي مختار باختصار، انا عندي موتور لاسيت، حطيت دومي موتور نصف المحرك الاسفل، كحطيت دومي موتور بيان سور لا كيلاس ديتها للتور مسحتها وعاود جوين كيلاس حديد وعاود ركب. نشوف في الزيت في الماء ونزيد نعطيك معلومة أخرى عمي مختار، أنا الرفر وادي سير تاعي هاوليكم كوبي. إذا راك تشوف فيه هنايا هاو الرفر وادي سير تاعي راهم كوبي. فوالا، أنت يا قلت باش نعرفوا باللي جوانت كيلاس محروق نعمروا القرعة حتى للفم مع الصباح لازم تكون باردة، رانا في الصباح دوكا في الجزائر. وقلت نوض وشوف إذا كان يخرج منها البلابل هادو كيما نقولوا تفور يخرج الماء بكثرة، يعني جوان كيلاس. هاك تشوف عمي مختار في القرعة بعينك، هذا هو التصور. هاي مع قليل من الزيت. راك تعرف واحد يقول جوان كيلاس، واحد يقول جون سيبا البلوك ماهوش مليح مشقوق، جون سيبا ما فهمتش عمي. حبيت باش تعطيني نصيحة إذا فتحت الموتور المرة الجاية نعرف واش ندير. شوف لي تعمل مختار ونزيد لك معلومة أخرى، أني الماء هذا غيرته أكثر من 5 أو 6 مرات ومزلت نلقى الزيت في الماء. وما تسخنش عمي مختار السيارة، ما تسخنش تلحق 92 تنوض الريشة. وبارك الله فيك وإن شاء الله تعطيني معلومة يعني مين تنفعني. والسلام عليكم.